لو كان قعد حي الى يوم الناس هذا راهو هو الاول في الديمقراطية. افهم وحيطم تاع الديمقراطية. مال هذا يعرف لك سبت ولا احد ولا عطلة ولا فيشطة ولا كارتة ولا غرة ماي شيء ولا حتى استاد لا يرفع ليه وين جاي جملة. اعطيه الديمقراطية وسيء. راهو مغروب 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 راهو مغروب مغروب يزي حتى تقول يزي ما ثماش روحه وعقله ومهجته جد في الديمقراطية. انهش يقوم على الفجري صيف ولا شتاء ربيع ولا خريف عيد ولا يقوم يلبسك الحزي هذيك موصي عليها واحد صاحبه سبيسيال جبهاله من برا تاع ديمقراطية يسكاب الواحد ويخرج بدري ويشد غادي يطرف فيه تصعدين ويدور مناور هات هات انا فا النبي 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 لازم منهم. قالك ساعتين ثلاثة ديمقراطية في النهار لازم منهم. ما كانش نعدي نهاري مفرعس شوية وحتى مرته هي من الاول كوشت منه. شو هذا بقول لك مايش مساسة هي بنت تعرف لها خطوة هلو حتى هلو خيام كبت تفسريها ومشت لامها قالت لها يا امي راني معاش نجم الراجل اللي يقوم لي في عقبات الليالي ديمقراطية ديمقراطية ديمقراطية. قالت لها يا بنيتي برا عرش عند بيتك بلية بتاع ديمقراطية خير من يطلع لك صاحب محنة أخرى. خليه بحذاك ولا تستاسد بيه عاد من هارتها. قالت على ما هو معروف بحبه للديمقراطية وغرامه حتى ولو في الحومة يعيطوله الديمو. صحة الديمو ينجيه الديمو. هو هو الديمو اش عملت الكامرون يا ديمو الديمو عزو جهل وتخلف وكل احياء ولا واحد كيف هذاك بروميير بري في الديمقراطية وزن الديك يطيحوا له قدره. توا هذا هذا محيط الواحد ينمي فيه مواهب الديمقراطية. أولا من الحمد لله هو ثم واحد مرة ثم هكا مزين صغير مزين نفح عيط ما بعرف يوصلوا مع مع سابنا مع إجاب قال له راهو ظلام نحبوا نعملوا مصلحة جديدة متاع الديمقراطية. ماذا بيك تكون في النواة الأولى متاع الإطارات بعضهم حشاكي. قالوا أنا شيء هذا نعمل فيه الروحي أن طان كاماتور وكان عيني بالمناصب ما نقعدش فيكم حتى توما تعيدوني. مال راهو 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 زنسم هف متاع الديمقراطية راهو زنسم هف زنسم هف زنسم هف حاجة من وراء العقل. شوف خذ العقل محتوى هادي واعمل مسافة من تاني وشوف الفرق اللي بينه وبين حاجة من وراء العقل. ما ثماشي ما ثماش ما ثماش ريفيو سبيسياليزي تتناول فيه الديمقراطية من قريب او من بعيد ماوش عامل فيها ان بونمون انوال كلها من كيسته خاصة من مصروف جيد مال كلهم يشيهم بالفلوس. لا حق استغفر الله يا ربي كان شديكة بتاع الصين الشعبية يبعثوها له بلاش. خاطر غادي شين ما هو غادي الشعب غادي يبعث طول الشعب اللي بعده وساعات البوستاجي يسرقها له فوق بيه يقرأ له بالسرقة البوستاجي وهو يمطف في الضوء يقول لك مساج أعطيني تغرم لي بالديمقراطية ولا عدا مو عنا مو احنا ثم جماعة طلين مرة جاوا بحذنا مو عنا احنا ماشي والجاي ماخذين من بعضنا الأخوة عدا عنا نمشيو نجيو لبعضنا صهرية ومرته مرت عمي عملت لنا كرسي بملي مو بنداري وماكله وصوابعه كلاو قتلين بعض جبدوه الحديث مو يعرفوه هو يعطيه اللي يجبدوه ينسوا عليه جماعه يبرجوه يتصيح في الديمقراطيه عاد يحكيه ويحكيه 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 طلاين داخوا فيه بهتوا قالوا انا درنا نعرف وجونا الناس ومشيوا كوب دي مودون
عمرنا ما كنا نصوروا اللي ثم جماعة في تونس عندهم ما يقولوا في الديمقراطية. الله يرحمه الله. لهم أنت يا الفرنسيس مشاو عليه وجاو شوية عندي ماشي فيهم يجيب حبوا يشريوا من عنده البروفي دانفانسيون بلا شو شعمل خذا هو الديمقراطية هي السيستم تاع الديمقراطية خذا ودرسوا وحلوا كذا وادخل عليه بعض التحويرات الطفيفة معناها متاعي مال ما أقول لك بلادنا ما تسميها على السخانة ولا غبابر وهذو ما بكم شيء على جالب الديمقراطية شوني انتم تعرفك فيها شو عمل كيما هكا السيستم تاع الرفرودسمون ولا شنو هكا عطيك السوبات كيفاش ركبها وكذا وقال لهم دورينافا حطها حجيجة مهرجان دوز سايب غادي وتهنى على روحك بس في الديمقراطية ما علاش هما الفرنسيس يجروا في جرب ما هو اسواق وافريقيا وكذا وبيعوا شراهم قاعد يحبوا يبيعوا لهم قال لهم ابدا انا ما ببلادي البجله ببلادي البجله ببلادي هذيك انا البلادي ساعة الوطن كان ما لقيتش فيه التشجيع وقتها يعمل الله لي اما الى البجله ببلادي حسين عاد شيء يجيب حديث هارك الحال سيف خرجونا الصغار نرومو كرم صارت كاليس صغار احنا منزلنا كيف روحنا عاد وبطحين جماعة في الدار ومقلي وبتنجال وقطع بطوسينا وكان جو تاع وكل شو بالبر فيه بلا حصلوا ضربناها جماعة الكل ضلاع ومشينا وجينا وشي بخنا عاد شي ضربتنا الشمس خانة ما دخلونا نقضوا هو معروف هو يعيطوا له شيطان القايلة ما يرقدش ابدا يدخل لي فيفرت في بيته قول لها ارتاح بتاع الديمقراطية كلها ديمقراطية بنت تقول له مرته يا مو من دار يا من كسكي بالمناني تقول له يا ولدي شنو هذا اللي يتعمل لي قول له خلي غادي هذاك يجي نهار ونتبرع به الإذاعة القانوني عاد الحال سيف دخلونا نرقدوا هو تفاجئ يقول لك هذوما خلي رقدوا تفاجئ عنده واحد صاحبه جاب له هكا بتيت اباراي بورتاتيف ديمقراطية بتاع ديمقراطية صغيرة قال له ما نعرفش كي كسيت عليا ما نعرفش دي بانيني ما بالبولونة يظهر لي ما فولتاج ولا ما نعرف شوف كيفاش تهنى هو علينا دخل خذاك الماكينة وقال خلينا نفذهاش هيك هو احنا بدينا نخلصوا خذاك علينا ونعرف مكافس في الدنيا قالت العرب راح تراش قامت وكل شيء فزعنا نلقاو صاحب الأمانة الماكينة عدا من بعد مدة طويلة وقتها ياخذ دبرنا احنا الرابور بتاع الشرطة دبرناه باش ما شنو كيفاش توفر جاسي هو يباعو الماكينة الصغيرة صح ويباريم انا سما سيستم بتاع سيكوريتي في الوحدة انسى ما حطوش سيستم بتاع سيكوريتي كيف جاه هو يباعو يفرط في الماكينة تسقط عليه معناها هو مشى كل شيء في السميت ما هو ديما يقول لنا هو مني ديما يقول لنا الديمقراطية نهار اللي تتكلم